دي شوربة صحية جدا ومغذية جدا في الوقت اللي احنا فيه ده. عندنا المقادير: كوباية عدس مغسول، وعندنا جزرتين متقطعين، وبطاطساية كبيرة متقطعة، وخمس فصوص ثوم، وعندنا بصلاية ونص متقطعين متوسطين، وعندنا طماطمية متوسطة ونص، وعندنا لتر مية بتغلي، توست محمص بالزبدة والثوم. مقادير: 2 توست، ومعلقتين زبدة كبار، ومعلقة كبيرة بقدونس كبيرة، ومعلقة زيت زيتون كبيرة، وثوم مفروم. هنا بتغلي، هنحط الأول الجزر، وبعدين هنحط العدس. هم يغلوا شوية، هنحط البصل والثوم. سوا نبدأ بقى نحط الطماطم والبطاطس. شوية نص بصلاية متقطعة. أول لما المية تقل منكم زودوا مية تاني. وهنضيف دلوقتي بطاطس طماطم. وعبال ما العدس يستوي هنحضر بقى التوست. حطينا هنا البقدونس والثوم، هنحط زيت الزيتون. نحط الزبدة، ونفرم كل دوت مع بعض. بس لازم تكون زبدة في درجة حرارة الغرفة. ودلوقتي حطينا عليها رشتين ملح، وهنجهز دلوقتي لتقطيع التوست. نحط كده تمام، وهندخلها الفرن. دلوقتي بعد ما استوى هنخلط كل دوت في ناس بعد ما يتخلط بيصفوه، وفي ناس مش مشكلة يعني عندهم عادي. هنا 7 رشات ملح، وهنحط 3 رشات كمون. ده الشكل النهائي بعد ما قدمناها من على العيش. يا رب يعجبكم الفيديو.